احنا هذا معرض خطوه قبل التوظيف ستيب اهيد، عاملينه عشان نبغى نوصل الباحثات عن العمل الجوب سيكرز مع الشركات. هذه ثالث سنه نعمل هذا المعرض، فهذه السنه عاملينه في جده وفي الرياض وفي الدمام. عاملين اكبر معرض وظيفي لتوظيف النساء في الشرق الاوسط، مستهدفين 300 شركه واكثر من 30 الف باحثه عمل. شيء جميل جدا يكون في العالم العربي مجال للسيدات انهم يقدروا يشوفوا شركات بتمد ايدها ليهم بصفه خاصه وعايزه تشوف سيدات في مجال العمل وملمه بمشاكلهم وملمه باحتياجاتهم وملمه برضو بهم بيقدروا يعملوا ايه احسن من غيرهم. المنتدى يمثل خطوه كبيره جدا لتحفيز عمل المراه في المملكه، وما شاء الله قصص نجاحات في السنه الرابعه للمنتدى. الاقبال كبير من نسبه المشاركات كشركات عارضه اللي موظفه للبنات الخريجات. المنتديات والورش العمل اللي صارت كانت جدا رائعه وجدا مفيده للبنات. كثير انبسطت في المؤتمر لأنه شفت بنات كثير يعني عندها طموحات كبيرة، وسألناهم عن وظيفة أحلامهم وبين أنه خصوصا البنات الصغار عندهم طموحات كبيرة في المجال، وطبعا في عواقب كمان بس هو ما يخافوا عن هذا الشيء. السبيكرز جايين يعني احلى ناس جايين في جده، يعني كل حقون تويتر حقون فيسبوك جايين لجده، يعني في جايين انترناشونال اكثر زي ما قلت، عدد الشركات اكبر، فالجامعات حتى كانت اشتراكاتها والمدارس، ف يس جده غير. كل واحد ربنا خلقه يحلم.